هذا تنظيم ملتقى المبادرة للمواطن دورة 2017 تحت الشعار 12 سنة من التنمية البشرية والذي يندرج في إطار تخليد ذكرى 12 انطلاق الورش الملكي الكبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كنشوف التلميذات ديالي كيعرضوا معايا او يعني بكلمه صحيحه كينفسوني. رسم على الزجاج، رسم المرآة، سيراميك، المهم كاين بزاف، راه ما شاء الله راه وصلنا ل 190 تقنيه. هذه المشاركه ديالنا في هذا المعرض، شاركنا بالصناعه التقليديه. حنا كمركز التكوين المهني كنعلموا البنات الفصاله والخياطه والصناعه التقليديه، وجينا بغينا ودرنا هذه القضيه ديال الزرابي باش نبنيو صناعه الطراحين ديال الزربيه القديمه باش ما تنقارضش، جيناها من جديد.